الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل وأشرف خلقه صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. إخواني، هذا هو درسنا السابع من سلسلة شرح ابن القاسم الغزي ورحمة الله عليه. توقفنا في الدرس الماضي قبل بداية بيان أسباب النجاسة، تحدثنا عن التيمم والمسح على الخفين والوضوء. هنا ندخل إلى القسم الرابع من أقسام أسباب تحدثنا عن الوضوء، تحدثنا عن التيمم، تحدثنا عن الغسل، وهذا هو الرابع وهو بيان إزالة النجاسات. النجاسة تعريفها هو المستقذر الذي يمنع صحة الصلاة بحيث لا مرخص. النجاسة هو شيء أولا مستقذر، لا تستطيع النفس البشرية أن تستسيغه، يعني ليس شيئا تتمتع به النفس، هو شيء تحس النفس أنه شيء قذر، شيء يعني لا تستطيع النفس البشرية أن تتعايش معه. هذا هو النجاسة، مستقذر. فعرفه العلماء مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هناك أشياء مستقذرة لكن لا تمنع من صحة الصلاة، منها البصاق. البصاق إذا بصق أحد شيئا، يعني شيء مستقذر، لكن هذا ليس نجسا بهذا التعريف. فالنجاسة أولا مستقذرة، وثانيا تمنع من صحة الصلاة. وقوله حيث لا مرخص يعني هو أخرج بهذا القيد من النجاسات التي تسيل يعني من أصحاب الضرورات، مثلا صاحب سلس البول أو شخص البنت المستحاضة مثلا، أخرج بهذا التعريف عن نجاسات أصحاب الأعذار. يقول: وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة، يعني يذكر أن كتاب الأصل وهو أبي شجاع له نسخ متفرقة، نسخ كتبها أصحابها بخط اليد، الشيخ كتب بخط اليد أكثر من نسخة، فبعض النسخ قدم موضوعا على موضوع. فيقول: هذا الفصل أو هذا الباب مذكور في بعض النسخ قبل كتاب الصلاة، قبل بداية كتاب الصلاة. والنجاسة لغة المستقذر، الشيء الذي تستقذره النفس السليمة، النفس البشرية. وشرعا أي اصطلاحا كل عين حرم تناولها على الإطلاق، كل شيء حرم أكله أو شربه هو نجس، كل شيء حرم أكله أو شربه هو نجس على الإطلاق، يعني بدون قيد أو شرط، حالة الاختيار على الإطلاق. يخرج بهذا الشخص الذي
يعني أراد أن يعيش ولا يستطيع أن يأكل إلا بهذه النجاسة، مثلا الميتة. إذا أراد الإنسان أن يعيش وهو في صحراء ولم يجد معه طعام إلا ميتة، فيجوز له أكل الميتة مع أنها نجسة بقدر الحاجة التي تمكنه من العيش عليها. فقال على الإطلاق أخرج بهذا القيد حالة الاختيار، وبهذا القيد أيضا أخرج إذا أكره على الشخص أكل النجس، مثلا بحد السيف أو بحد الرصاص، طلب منك شخص أنه سيقتلك إن لم تأكل هذه النجاسة، وأنت تعرف أنه ينفذ ما قاله إذا لم تفعل ما أمر، فبهذا القيد تأكل ولا حرج عليك، أي حالة الاختيار. حالة الاختيار مع سهولة التمييز، مع سهولة التمييز، يعني إذا لا تستطيع أن تميز بين النجاسة وغيرها بسبب تشابهها مثلا مع الأعيان الطاهرة، فبهذا يعني لا تعتبر هذه نجاسة. مثلا هناك مياه، هذه المياه عندك طاهرة، طرأ عليها نجاسة وأنت لا تستطيع أن تميز هذه النجاسة بلون أو بريح أو بطعم، بهذا تخرج يعني تخرج هذه المياه عن دائرة النجاسة، هذه مياه طاهرة لأنك لا تستطيع أن تميزها. أما النجاسة التي تستطيع أن تميزها فهذه تعتبر نجاسة، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هناك أشياء عندما نعرف النجاسة، هناك أشياء نخرج من دائرة النجاسة، مثلا الإنسان، جسد الإنسان إذا مات الإنسان نعتبره طاهر وليس نجاسة بسبب أن هذا الجسد له حرمة، له حرمة بقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان تبقى حرمته حيا وميتا، تبقى حرمته حيا وميتا. ولا لاستقذارها، هناك أشياء مستقذرة لكن ليست نجسة، مثال المني، المني مستقذر لكنه ليس نجس. ولا لضررها في بدن أو عقل، مثلا هناك أشياء تضر البدن أو تضر الإنسان يعني عقل الإنسان، منها ما هو مستخرج من النباتات مثلا أو الأحجار مثلا، هذه لا نعتبرها نجسة، لا نعتبرها نجسة. ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها، أي قليل النجاسة وكثيرها كلاهما نجس. وخرج بالاختيار، هنا يعرف ويشرح التعريف، وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة، إذا كانت النجاسة لأجل الضرورة أو لإبقاء النفس على قيد الحياة فهذه تحلها بقدر الحاجة. وبسهولة التمييز، أكل الدود الميت في جبن مثلا، الدود أحيانا ربما يكون في جبن في بعض الأطعمة التي تتغير بفعل طول المكث، هذه الحيوانات التي تعيش في هذه الأطعمة نتناولها بسبب
أننا لا نستطيع أن نميزها، لا نستطيع أن نراها. وأحيانا ربما إذا نظر إنسان تحت الميكروسكوب ربما يراها، أن هناك حيوانات تتحرك، هذه الحيوانات أيضا تخرج من دائرة النجاسة. أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج بقوله لا لحرمتها، أي ميتة الآدمي، ميتة الإنسان، يعني ميتة الإنسان خرج بحرمته، هو محترم حيا وميتا. وبعدم الاستقذار المني ونحوه. وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. يعني كل هذه القيود تخرج من دائرة، أو تخرج هذه الأشياء من دائرة النجاسة، من دائرة النجاسة. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس. كان الأفضل أن يقول أحد السبيلين، لأن المائع لا يخرج من كلا السبيل، من كلا السبيلين، يعني يخرج من أحدهما، ليس هناك مائعا يخرج من السبيلين في نفس الوقت. فكان الأفضل أن يقول من أحد السبيلين، أي من القبل والدبر. هو صادق بالخارج المعتاد، بالخارج المعتاد كالبول والغائض، وبالنادر كالدم والقيح. يذكر الشارح هنا ما يخرج من السبيلين، إما أن يكون شيئا معتادا، شيئا يخرج كالعادة مثل البول والغائض، وإما أن يكون شيئا يخرج نادرا، لا يخرج غالبا، شيئا يخرج نادرا كالدم مثلا أو القيح، إذا كان هناك جرح بطول لبث هذا الجرح ربما يتغير الدم إلى قيح، وهو سائل يسيل من يعني الأماكن التي فيها جرح. إلا المني من آدمي، إلا المني من آدمي، فكل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني. المني من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير. فهنا يذكر أن المني الخارج من الإنسان ليست نجسة، والمني الخارج من الحيوان أيضا ليست نجسة إلا حيوان الكلب والخنزير، إلا حيوان الكلب والخنزير وما تولد منهما، أي ما كان أحدهما طرفا فيه، مثل كلب وحيوان آخر أو خنزير وحيوان آخر، أو من أحدهما مع حيوان. وعليكم السلام ورحمة الله. أو من أحدهما مع حيوان طاهر. مثلا إذا نتج حيوان بين كلب ومعز، مثلا كلب ومعز، هذا الحيوان الذي نتج من هذه العلاقة يسمى حيوان نجس، بسبب أن الكلب نجس، مع أن نجاسة الكلب ليست محل اتفاق بين العلماء. العلماء ليسوا متفقين على أن الكلب نجس. ما هو الشيء المتفق عليه في الكلب؟ هو لعاب الكلب. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء الذي يولغ فيه الكلب 7 مرات، أحدهما بالتراب. أما هل الكلب نجس؟ ليس عليها دليل. في موضوع الخنزير، الخنزير نجس بنص الآية، نجس
بنص الآية، والعلماء ألحقوا الكلب بالخنزير في حكمه. تمام. وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس. إذا خرج من السبيلين شيء غير مائع، شيء غير سائل، مثلا الدود خرج منها دود، أو خرج منها حيوان آخر ربما يعني تشكل في المعدة وخرج منها، وربما يخرج أيضا من السبيلين شيء صلب أكله الإنسان ولم تستطع أو لم يستطع جهاز الهضم هضمه، مثلا نواة التمر، إذا أكل الإنسان هذا التمر يخرج النواة من الدبر على شكله، فبهذا نقول هذه الأشياء التي خرجت من السبيلين وهي متصلبة ليست نجسة، لكنها متنجسة، لكنها متنجسة، أصابتها النجاسة، فإذا غسل هذه الأشياء تبقى طاهرة، فليس بنجس بل هو متنجس، يطهر بالغسل، يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج، أي بلفظ المضارع، بعض النسخ ذكر الشيخ المؤلف وكل ما يخرج من السبيلين بهذه الصيغة. وإسقاط مائع، هذه بعض النسخ يعني لم تذكر ما يخرج من السبيلين إن كان مائعا أو متصلب، هذه في بعض النسخ. وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول لحمه واجب. هنا يذكر جميع الأبوال، الأبوال هو جمع بول، والأرواث وهو جمع روث، كلها يجب غسلها، يجب غسلها إذا كان من مأكول لحمه، إذا كان هذا الحيوان من الحيوانات التي يجوز لنا أكل لحمها. عند الشافعية الحيوان مأكول اللحم بوله وروثه نجس، أما عند المالكية ذهبت إلى عدم نجاسة بول وروث مأكول اللحم من البهائم، واستدلوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج بعض الصحابة من مرض أصاب بطونهم بخلط بول ولبن الإبل، فقالوا إن كان بول الإبل نجسا فلماذا أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة التداوي؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل دواءنا في شيء نجس، لم يجعل دواءنا في شيء نجس. تمام. واستدل بعض العلماء أيضا مسألة أن مرابع الغنم يجوز الصلاة فيها، يعني الأماكن التي يجلس عليها الغنم يجوز لنا أن نصلي فيها. تمام. وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين، أي إن كانت محسوسة، وهي المسماة بالعينية، النجاسة العينية تكون بزوال عينها. عندما نغسل النجاسة التي لها جرم، النجاسة التي نستطيع أن نميزها بالعين المجردة، يجب إزالة عينها، إزالة عينها أي إزالة كنهها، هذه النجاسة يجب أن تزول من البدن أو من الثوب أو من مكان الصلاة.
ومحاولة زوال أوصافها، يجب أيضا أن نحاول أن نزيل أوصاف النجاسة، أي أثر النجاسة يجب إزالتها من طعم أو لون أو ريح. هذه هي الآثار التي يمكن أن تترك النجاسة على الشيء. هنا تنبيه فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البول والغائض عند أهل السنة والجماعة أنها طاهرة، أنها طاهرة، وهي الراجح المعتمد، الراجح المعتمد كما جزم به البغوي وغيره، وهو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير والتحقيق. فالنجاسة أو الفضلات، فضلات الأنبياء كلها طاهرة. تمام. يقول: فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عسر زواله لم يضر. يقول: إذا كان للنجاسة طعم وبقي هذا الطعم بعد غسل النجاسة وتنظيفها من المكان فلا بد من إزالة هذا الطعم، لا بد من إزالة هذا الطعم لأنه من بقايا النجاسة ويجب إزالته. أما إن بقي لون النجاسة، لون النجاسة لم نستطع أن نزيل هذا اللون، أو بقي بعض من ريح النجاسة على الثوب ولم نستطع من إزالته لم يضر، أي يعني لن يكون هذا الشيء يعني بقاء النجاسة، يعني لن يضر من طهارة الشيء. وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمى بالحكمية، هذه النجاسة ليس لها عين، ليس لها ذات، هذه نجاسة لا نستطيع أن نراها، فيكفي إجراء الماء على المتنجس بها ولو مطرا مرة واحدة. إذا لم يكن للنجاسة عين لا نستطيع أن نراها، فيكفي أن تمر عليها المياه ولو كانت مرة واحدة، ولو كانت مرة واحدة لن يبقى لها أثر على الشيء المتنجس، فيكفي إجراء الماء على المتنجس بها ولو مطرا، ولو لم يكن حتى من فعل البشر، ربما أصاب بها مطر وغسلها وهذا سيكون كافيا. ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وهذه حكمة لا تدركها عقولنا. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي الذي لم يصل إلى درجة أكل الطعام وبين الصبية، لا نعرف لماذا فرق بينهما مع أنهما أطفال. فإذا لم يبلغ الصبي أكل الطعام ويكتفى باللبن فبوله سيكون أخف من حيث النجاسة من بول الصبية، لدليل حديث أم قيس بنت محصن الذي أورده أبو داود في صحيحه، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث دليل
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بول الصبي من ثيابه بل نطحه بماء أي صب عليه ورش عليه بعض الماء أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي على جهة التغذي. وهذا يخرج إذا كان الصبي قد أكل وليس هذا القيد بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو ستة ربما إلى سنتين إذا لم يأكل الطعام إلى سنتين فهذا لا زال بوله يرش عليه بالماء ولا يجب غسله. أما إن بدأ أكل الطعام ولو صغيرا فيجب غسل بوله. تمام. فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه يطهر برش الماء عليه ولا يشترط في الرش سيلان الماء ولا يشترط في الرش سيلان الماء يعني لا يصب عليه الماء صبا بل يعني يكفي أن ترش عليه المياه ولا يجب أن يعني تسيل هذه المياه على الثوب. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعا. هنا يذكر الشارح لو أكل فضل حبيبي النجاسة الحكمية هي النجاسة التي ليس لها عين تبقى على المكان ليس لها عين تبقى على المكان وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام من النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية هي الغائض مثلا الغائض مثلا يعني تبقى له يبقى له جرم يجب إزالته قبل غسله يجب إزالته وبعد ذلك يجب تنظيف المكان ربما يبقى على المكان أثر من لون وربما يبقى عليه أثر من ريح هذه نجاسة عينية. أما النجاسة الحكمية هي التي نستطيع أن نزيلها بأسهل الطرق يعني رش الماء أو نضح الماء يعني تنزال هذه النجاسة. تمام. يقول وخرج بالصبي الصبية والخنثى فيغسل من بولهما البنت والمشكل الإنسان الذي له الآلتان آلة الذكورة وآلة الأنوثة كلاهما يغسل بولهما يغسل بولهما. ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا فإن عكس لم يطهر. فإن عكس هذه تعني إذا طرأت النجاسة على المياه إذا طرأت النجاسة على المياه فهذه تنجس المياه. أما إذا طرأ إذا يعني جاء المياه على النجاسة فإن هذه المياه تطهر النجاسة تطهر النجاسة أي ورود الماء عليه إن كان قليلا إن كان هذه النجاسة نجاسة قليلة. فإن عكس وكان الذي يرد على الشيء هو النجاسة لم تطهر أي تبقى نجسة. أما الماء الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو موردا. دعوني أوضح هذه النقطة. إذا كان هناك نجاسة
على الثوب، وذهبت إلى نهر جاري وأدخلت هذا الثوب في النهر، النهر يطهر، فهل يكون النهر نجسا؟ لا، لأن المياه أكثر من قلتين، هذه المياه لا تنجس بشيء. إذا وضعت الثوب مثلا وأتى عليه فيضان مثلا ومر عليه أيضا هذا المياه جاءت عليه ويطهر، فيقول إذا كان الماء كثيرا فلا فرق بين كون المتنجس أي الشيء النجس واردا على الشيء أو موردا عليه، أو موردا عليه لا فرق، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما. هنا يذكر المعفو من النجاسة. فضل حبيبي. إذا كانت المياه قليلة يجب أن تأتي على الشيء المتنجس لتطهره، أما إن كانت المياه كثيرة فلا فرق إن أدخلت هذا المتنجس في المياه أو يعني انتظرت وصببت عليه على الأعلى، يعني إذا كان المياه هي الواردة على الشيء أو الشيء واردا على المياه لا فرق إذا كانت المياه كثيرة. هنا يذكر المعفو من النجاسات، فذكر اليسير من الدم والقيح. القيح أصلا دم تغير وأصبح قيحا، فيعفى عنهما في ثوب أو بدن. والراجح والله أعلم أن الدم إذا لم يكن هذا الدم من الدماء الخارجة من السبيلين كالحيض والنفاس وغيرهما فليست من النجاسات، لأننا ذكرنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير منهم استشهد وهم في المحراب يعني في صلاة، فهل خرجوا من الصلاة بفعل أن الدماء خرجت من أجسادهم؟ مثلا عمر بن الخطاب شهد المحراب استشهد وهو يصلي بالناس وأكمل صلاته ولم يقطعها، وهناك حديث صحابيين كان يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أحدهم قام إلى الصلاة كان يصلي فرأى أحد الكفار هذا الصحابي المنشغل في الصلاة ورماه بسهم، وهذا الصحابي لما أحس بالسهم أخرجه وواصل في صلاته حتى يعني رمى عليه 3 سهام، ففي هذا الوقت يعني خاف أن يعني يخرج من دائرة يعني الوعي، فأيقظ صاحبه وقال تعال احرس بالصحابة لأنني مصاب. هذا الصحابي كان يسيل منه الدم بفعل يعني هذه السهام ولم يخرج من صلاته. لو كان عند الصحابة يقين أن الدماء كلها نجسة وأنها تبطل الصلاة لا خرجوا، ولو ورد هذا الكثير في كتب التراث، لكن الدم دم الإنسان إذا لم يكن الدم الخارج من السبيلين ليس نجسا ولا يعني شرط ولا فرق بين كثيره ولا يسيره. تمام. وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة، أيضا من المعفو عنها في النجاسة الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، وتعني ليس لها
يعني دماء هذه الحيوانات كالذباب والنمل مثلا، ويعني أخذ القياس من الذباب. الذباب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا دخل الذباب في طعام أو شراب أحدكم فليغمسه، فإذا كان نجسا كان يعني جعل هذا الشيء هذا الطعام نجسا. فيدل أو يؤخذ من هذا الحديث أن الذباب ليس نجس، ويخرج في هذه الدائرة كل الحيوانات التي ليس لها دم، هذه كل الحشرات تقريبا. تمام. هذه الحيوانات إذا دخلت في شيء مثلا الذباب والنمل وغيره إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، لكن بشرطين. الأول ألا يغيره. إذا دخل ذباب أو أكثر من ذباب في إناء وبقي فيه وتغير الإناء بسبب دخول هذا الذباب، هذا ما في هذا الإناء يكون نجسا بفعل التغير، غير لونه أو غير طعمه أو غير ريحه. هذا الشرط الأول ألا يغيره. والشرط الثاني هو ألا يكون بطرح طارح، أن يأخذ إنسان هذا الذباب ويدخله في هذا الإناء، هذا لا يجوز، هذا يجعله نجسا. أما إن يعني دخل الذباب في الإناء بفعل نفسه من تلقاء نفسه، هذا الذباب لا ينجس هذا الشيء. فيقول إذا مات في الإناء، وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح ما لا نفس له في المائع ضر، أي إذا أدخل بفعل إنسان هذا الإناء ذباب أو غيره ضر يعني نجس، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير. الإمام الرافعي له شرحان على كتاب الوجيز للإمام الغزالي، الأول اسمه الشرح الصغير وهو صغير بحجمه، والشرح الثاني لنفس الكتاب وهو المسمى العزيز شرح الوجيز، وهو تقريبا 14 مجلد مطبوع. في هذا الكتاب الذي شرحه الشيخ ذكر في الصغير أن لو طرح ما لا نفس له في المائع ضر، وهذا هو ما ذكر فيه. أما في الكبير لم يذكر ولم يتطرق إليه. تمام. وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته، هذا ما ذكرناه سابقا. وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خل مثلا وفاكهة لم تنجسه قطعا. إذا طرأت هذه الحيوانات هذه الحشرات على الطعام على الدود على الخل مثلا أو على الفاكهة فهذه يعني لا تنجسه. وإذا أيضا يعني ولدت هذه الحشرات في هذه الأشياء يعني نشأت منها لم تأتي من الخارج أيضا
لا تنجسها. ويستثنى ما ذكر هنا مسائل في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة، يعني بعض المسائل في المبسوطات. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذا ذكر الشيخ كل الحيوانات عموما طاهرة، وأخرج من هذا التعميم الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك، يعني من الحيوانات أيضا إذا تولد دود من نجاسة، من مثلا ميتة، يعني هذا الدود طاهر، هذا الدود طاهر. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، كل حيوان أو كل ذي نفس مات عن حتف أنفه، يعني لم يذبح ذكاة شرعية، كل هذه الحيوانات تكون نجسة إلا السمك. والتعميم أيضا يدخل فيه كل حيوانات البحر، كل حيوانات البحر يعني طاهرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والجراد أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا الحديث. والآدمي، الآدمي أيضا طاهر ميتته وحياته، كلاهما مكرمان، كلاهما مكرمان. وفي بعض النسخ وابن آدم، الآدمي وابن آدم نفس الشيء، أي ميتة كل منهما فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. ورد النص بالكلب في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي بعض النسخ إحداهن بالتراب. تمام. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور، إحداهن مصحوبة أي مع تراب طهور أي طاهر مطهر، يعم المحل المتنجس. فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير. فإن كان المتنجس يعني الذي تنجس بفعل ولوغ الكلب أو الخنزير إلحاقا بالكلب، فإن كان هذا المتنجس في ماء جار، هذا الماء الذي يجري، كفى مرور 7 جريات عليه، يعني يكفي أن يمر عليه الماء 7 مرات بلا تعفير. فإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 غسلات مثلا حسبت كلها مرة واحدة. يقول إذا كانت هذه النجاسة، نجاسة ولوغ الكلب في الإناء، لا تزول إلا ب7 غسلات، عندما نغسل 7 مرات نقول هذه غسلة واحدة. أما إن أزالتها في المرة الأولى فالمرة
الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة نعتبرها من الغسلات العادية. فيقول: فإن لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست غسلات ست مرات مثلا حسبت كلها مرة، يعني نعتبرها مرة واحدة مرة واحدة. والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح، الأرض الترابية لا يجب التراب عليها في الأصح، أي ما عليها تراب ولو من هبوب الريح أو كان ترابها نجسا. هنا يذكر التراب الذي ينبغي أن يصاحب المرة الأولى أو أحد مرات غسل النجاسة الكلبية. يقول: الأرض الترابية، يعني الأرض التي طرأ عليها التراب، لم تكن فيها عليها تراب بد، يعني جاء التراب بسبب ريح مثلا، يعني لا يجب التراب فيها على الأصح. ويغسل من سائر أي باقي النجاسات مرة واحدة، وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل، يعني باقي النجاسات غير نجاسة الكلب، نجاسة الكلب تغسل سبع مرات، باقي النجاسات يعني نستطيع أن نغسلها مرة واحدة إذا كانت هذه المرة تزيل النجاسة. والأفضل أن نغسلها ثلاث مرات، الأفضل أن نغسلها ثلاث مرات. واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. هنا يذكر الشيخ غسالة النجاسة بعد طهارة المحل، يعني الشيء الذي غسل به النجاسة بعد طهارة المحل المغسول هذا الشيء طاهرة، المياه التي غسلت هذه النجاسة طاهرة إن انفصلت غير متغيرة، إن لم تتغير هذه المياه، إن لم تتغير بفعل النجاسة، إن تغيرت فهي نجسة، إن لم تتغير نعتبرها طاهرة. ولم يزد وزنها، مثلا كانت المياه لترا واحدا غسلنا بها ثوب عليه نجاسة، هذه المياه بعد غسل الثوب نشوف، يعني إذا كانت هذه المياه نفس المياه بمواصفاتها لم تتغير، ونعتبر أيضا ما يتشربه هذا الثوب، الثوب كان جافا وأصبح الآن يعني بعض المياه ستبقى في الثوب، بعض المياه ستبقى في الثوب، فإذا كانت هذه المياه بعد احتساب ما يتشربه هذا الثوب ما يبقى في هذا الثوب، هذه المياه نفسها لم يزد وزنها ولم يعني تتغير أوصافها نعتبرها طاهرة، نعتبرها طاهرة. تمام. هذا إن لم تبلغ غلتين، فإن بلغتهما، فإن كانت هذه المياه كثيرة جدا يعني أكثر من غلتين فالشرط عدم التغير، فالشرط عدم التغير، إن تغيرت هذه المياه ولو كانت غلتين فهي نجسة، إن لم تتغير هذه المياه ولو كانت أكثر من غلتين فهي طاهرة وتبقى على طهارتها. تمام. ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع
فيما يطهر بالاستحالة، فيما يطهر بالاستحالة. زكريا الأنصاري يقول المطهرات أو وسائل الطهارة ماء وتراب ودباغ واستحالة، هذه الأربعة، المياه أول وسائل الطهارة، الثاني إذا فقد المياه أو عجز عن استعمالها الوسيلة الثانية هي التراب، الوسيلة الثالثة بالجلود وغيرها هي الدباغ، والوسيلة الرابعة هي الاستحالة، وهو أن تتحول من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة. من الأشياء التي تتحول بالاستحالة وتطهر بالاستحالة الخمرة، الخمرة أصلها عنب أو كرم وتمر، هذه إن خلط وخمرت أصبحت خمرا، إن بقيت على حالها وتركت لفترة طويلة تصبح خلا ويخرج منها المادة المسكرة، هذه تبقى يعني ترجع إلى الطهارة، فنقول هذه استحالة من حالة يعني النجاسة إلى حالة الطهارة، يعني خرجت من حالة النجاسة وإلى حالة الطهارة. تمام. يقول وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، فقال وإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت أو لا. المحترمة هي، هل هناك خمرة محترمة؟ هل هناك خمرة محترمة؟ أصلا الخمرة غير محترمة، لكن هنا يعني الخمرة المحترمة خلطنا عنب وتمر مثلا ولم نقصد أن تكون هذه خمرة، تركناها فأصبحت خمرة، هذه نعتبرها محترمة بفعل أننا قصدنا شيئا آخر وليس هذه الخمرة. فيقول محترمة كانت أو لا، يعني لم نقصد بقصد أن تكون مسكرة. ومعنى تخللت أي صارت خلا، صارت خلا، وكانت صيرورتها خلا بنفسها. مثلا إن جئنا بخمر وأضفنا إليها شيئا آخر وبفعل إضافتنا لهذا الشيء أصبحت خلا، فهذه لا تكون طاهرة، لأننا يعني تعمدنا في أن نضيف هذا الشيء لتصبح هذا الشيء. أما إن وضعناها وتركناها على حالها وتخللت أصبحت خلا بفعل نفسها نقول هذه طاهرة. فهنا يقول وكانت صيرورتها أي يعني أن تصبح خلا بنفسها، يعني لم يكن هناك أي تدخل من آدمي، طهرت أي أصبحت طاهرة. وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل، كانت تحت أشعة الشمس فأخذناها إلى ظل فأصبحت خلا أيضا طهرت. وعكسه، وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، هذه تبقى نجسة. وإن طهرت الخمرة طهر ظرفها تبعا لها، أي طهر الإناء الذي فيه، الإناء الذي فيه أيضا يصبح طاهرا إن أصبح الشيء الموجود المائع الموجود فيه طاهرا. تمام. هنا فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة. فضل حبيبي، هذا هو أصعب فصل.
يعني الاستحاضة، ويقال بعض من نسميهم الفقهاء في بادية الصومال رجلان كانوا يدرسون الفقه الإمام الشافعي، فيعني تحيروا في مسألة الاستحاضة، فسأل أحدهم: يا فلان هل تحدث لك هذه؟ فقال: لا. فقال: ولا أنا. فيعني قطعوا الأوراق التي تتحدث عن هذه المسألة برمتها. هذه يعني صعبة، الاستحاضة فيها متحيرة، وإن شاء الله ستكون سهلة علينا. تفضل حبيبي. يعني الحيوانات التي ليس لها دم، الحشرات مثلا، إذا وقعت في الإناء لا فرق إن كانت حية أو ميتة، لا فرق. إن وقعت في الإناء هناك شرطان: الشرط الأول ألا تغير هذه الحيوان، هذا الحيوان الذي طرأ على هذا الإناء، ألا يغير ما في الإناء من لون، من ريح، من طعم، ألا يغيره. والشرط الثاني هو أن يقع هذا الحيوان بفعله، بفعل نفسه، يعني لم يطرح هذا الحيوان في الإناء. إذا سلم من هذين الشرطين يعني دخول الحشرات في الإناء لا تضر، يعني هذا يعني تخرج من هذه النملة أو من هذا الذباب، تخرجه من الطعام، والطعام يبقى طاهرا ولا يضره دخوله. تمام. كل حيوان مات رغم يعني بغير ذكاء شرعية، يعني لم يذبح هذا الحيوان، هذا الحيوان يبقى نجسا. كل يعني جزء من أجزائه هو نجس. أما جلده فإن دبغ وطهر يبقى طاهرا، أما إن لم يدبغ فيبقى على حالة النجاسة. كذلك الشيء الجزء المنفصل من الحيوان الحي أيضا نجس. أيوة، مثلا عندنا نعجة، قطعنا مثلا جزء من النعجة، يعني مثلا شحمة الخلف مثلا قطعناها، أو قطعنا رجلا من هذه النعجة، هذه يعني شيء منفصل من حيوان حي يبقى نجس، لا نستطيع أكله، لا نستطيع أن ننتفع به، لا نستطيع أن يعني هذا يبقى نجس. تمام. فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه الدماء الثلاثة يضيف بعض العلماء إليها دم الفساد، دم الفساد. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فيعرف كلا من هذه الدماء على حدة، فيقول: فالحيض هو الخارج في سن الحيض، وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة. هذا الدم الذي يخرج من المرأة وهو مؤشر على صحتها وليس على مرضها، هو مؤشر على أنها في حالة صحية،
هذا الدم يقول العلماء أقل سن يخرج منه هذا الدم هو سن 9 سنوات. 9 سنوات ذكرنا في دروسنا السابقة هناك بعض النساء يعني في أوقات السلف ذكر امرأة في حدود 21 سنة وهي جدة، يعني حاضت في 9 سنين تزوجت وأنجبت، وبنتها أيضا في حدود 9 سنوات حاضت وتزوجت أنجبت، فلما كان عمرها 21 سنة كانت جدة، كانت جدة. تمام. وهناك أثر منصوب لعائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت المرأة، إذا بلغت البنت الفتاة 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. هذا أثر منسوب لعائشة رضي الله عنها. تمام. يقول وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا لعلة بل لجبلة، والجبلة هي الطبيعة من عرق في أقصى الرحم، وهي إشارة إلى الحيض، يعني دم يأتي للمرأة على سبيل الصحة وليس على سبيل العلة، من غير سبب الولادة. دم الحيض لا يأتي بسبب الولادة، لأن دم الولادة هو دم النفاس. تمام. فهنا يصف يعني أوصاف دم الحيض. دم الحيض مختلف كليا عن دماء المعتادة للإنسان، فيقول ولونه أسود محتدم لذع. هذه صفات 3 لدم الحيض. أولا لونه مائل إلى السواد، يعني دم أسود، دم أسود. محتدم معناه يعني دم يعني حار، دم حار. لذاع أي بمعنى أن هذا الدم لما يخرج يعني فيه حرارة وصعوبة، ليس دما تستمتع به المرأة لما يخرج. ليس في أكثر نسخ المتن وفي الصحاح احتدم الدم أي اشتد حمرته حتى يسود، يعني دم كثير السواد. لذعته النار أي حرقته، حرقته. فهذا هو، فهذه هي أوصاف دم الحيض. تمام. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، هو الدم الخارج عقب الولادة. إذا خرج الدم في حال الولادة أو قبيل الولادة ما الذي نسميه؟ هل هو نفاس؟ لابد أن يكون بعد الولادة. فالدم الذي يصاحب حالة الولادة أو يأتي قبل الولادة إما دم حيض وإما دم استحاضة. أما الدم الذي يأتي بعد الولادة، بعد الولادة نعتبره دم النفاس. تمام. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا، وزيادة الياء في عقيب، عقيب لغة قليلة والأكثر حذفها، يعني عقب الولادة. والاستحاضة أي دمها هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس،
دم الحيض يعني تقريبا يستمر من 6 إلى 7 أيام تقريبا، ويأتي في الشهر مرة واحدة، هذا هو الغالب، يأتي في الشهر مرة واحدة، فلا بد أن يكون في الشهر فترة أكثرها أن تكون نصف الشهر في يعني طهر وستة أو 7 أيام في حيض، هذا هو المعتاد. أما دم النفاس فيكون أقله في لحظة، أقل دم النفاس في لحظة، ربما يأتي مرة واحدة دفعة واحدة وينقطع، ويأتي غالبا أو يبدأ في 15 يوما قبل يعني خلال 15 يوما بعد الولادة، ويعني أكثره أو المعتاد هو 40 يوما. أما دم الاستحاضة هو دم ليس من دماء الحيض أو من دم الحيض من حيث الأوصاف، ومن حيث أنه يأتي في الشهر مرة واحدة، وليس دم نفاس وهو الذي يأتي بعد الولادة، لا على سبيل الصحة، فالاستحاضة ليست حالة صحية بل هي حالة مرضية. وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة على اتسال المعتاد في الحيض، هذا هو أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليهن، أكثر الحيض هو نصف الشهر، فنعتبر النصف الثاني من الشهر في طهر، نعتبر أنها في طهر. فإن زاد عليها، إن زاد الحيض أكثر من 15 يوما في الشهر، ما زاد على أكثر من 15 يوما نعتبره استحاضة، وهو عرق، يعني عرق النساء. دعوني أحاول أن ألخص مسألة الاستحاضة. أولا، الاستحاضة، المرأة التي أصابتها هذه الدماء دم الاستحاضة هي إحدى 3 حالات. الحالة الأولى هي مرأة معتادة تعرف عادتها متى تبدأ ومتى تنتهي، هذه المرأة نسميها معتادة، عندما تأتيها الدماء يعني تبدأ عد الأيام من اليوم المعتاد حتى اليوم الذي كان ينقطع عنها الدم، فما بعد هذا اليوم تعتبره استحاضة، خلال فترة دم الحيض تترك الصلاة والصيام. أما بعد انقضاء هذه الفترة، ما بعد هذه الفترة يعني تعتبره دم استحاضة، وتصلي، تتطهر لكل صلاة في وقتها، ويعني تواصل الصلاة وتصوم، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي مرأة مميزة تعرف الفرق بين الدماء، تعرف لون دم الحيض وتعرف لون دم الاستحاضة، فإذا رأت لون دم الحيض وكيف يجيها هذا الدم، إذا عرفت، فإن رأت أن هذا الدم الذي أصابها هو دم حيض اعتبرته دم حيض، أما إن رأت هذا الدم أنه يعني ليس دم حيض اعتبرته دم استحاضة. والمرأة
الثالثة هي المتحيرة، ربما يجيها الحيض في أول مرة، لا تعرف لا عادة شهرية عندها ولا تعرف أيضا أوصاف دم الحيض، هذه متحيرة لا تعرف، فهذه يعني حكمها أكثر، فهذه حكمها أكثر، وإن شاء الله نوضح. المتحيرة في أمور العبادة كلها تغتسل لكل عبادة، أما فيما يحتاج إلى طهارة مثلا قراءة القرآن والجماع فهي في حكم الحائض، يعني لا يستطيع زوجها أن يجامعها إذا كانت متحيرة، وإذا يعني أرادت أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف فلا تقرب ولا تمس المصحف. تمام، هذا يعني تلخيص عام لدم الاستحاضة، مع أنه صعب. يعني دم الحيض عرفناه، ودم النفاس عرفناه، الاستحاضة عندها ثلاث حالات. استحاضة هي دماء ربما تستمر معها الكثير من الوقت، وهي دم، وهذا الدم دم يخرج على سبيل المرض، يعني ليس على سبيل الصحة، الأفضل أن تذهب إلى الطبيب وتتعالج. ففترة وجود هذا الدم المرأة إما أن تكون معتادة، يعني كانت لها عادة شهرية مثلا تجيها الدماء في كل شهر في بدايتها مثلا وتستمر لحتى يوم 7 مثلا، هذه الأيام 7 كانت هي عادة متبعة عندها في كل شهر، هذه تسمى معتادة. إن واصل يعني نزول الدم بعد 7 أيام تعتبر ما بعد هذه 7 دم استحاضة، فتغتسل وتتطهر لكل صلاة في وقتها، هذه معتادة. والثانية هي المميزة، هذه المرأة تعرف الفرق بين الدماء فتنظر إلى هذه الدماء هل هي دم حيض أم لا، إن رأت أنها دم حيض تعتبره دم حيض، وإن رأت أنها ليست على أوصاف دم الحيض تعتبر دم استحاضة وتتطهر لكل صلاة. المتحيرة لا تعرف شيء، هي يعني ملخبطة، لا تعرف هل هذا دم حيض ولا نفاس ولا غيره، لا تعرف هذه الأوصاف. أيوة، المستحاضة المميزة التي تعرف، والمستحاضة التي كانت لها عادة شهرية، يعني إذا كانت عادتها الشهرية انقضت وقتها أو عرفت أن هذا الدم دم استحاضة فيجوز لها أن تتطهر وتصلي، يجوز لها أيضا أن تتطهر لزوجها وتمكنه من نفسها، يجوز لها، الأفضل ألا يقربها ما دام هذا الدم موجود، لكن يجوز لها أن تتطهر له ويعني تمكنها. المتحيرة لا يجوز لأنها لا تعرف أصلا هل هذه يعني حيض ولا غيره، يعني يبقى هذا الحكم موجودا، يعني إذا لم تميز ولم تعرف هذا الشيء فيعني يمكن أن يكون دم حيض وتمكن زوجها من نفسها، وهذه مشكلة. تمام، فيقول وأكثره 15 يوما، وأكثره أي دم الاستحاضة يعني دم الحيض، وأكثره 15 يوما بلياليها، فإن زاد عليها، إن استمر دم الحيض أكثر من 15 يوما فهو استحاضة، وغالبه 6 أو 7،
والمعتمد في كل ذلك الاستقراء. هنا يذكر من أين أخذنا أن دماء أن دم الحيض يستمر 6 أو 7 أو يعني أكثره يوم وليلة وأقله أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. يقول هذا كله المعتمد ويعني دليله من الاستقراء، يعني تتبعنا في النساء فسألنا النساء ما هو أقل حيض وجدته، يعني قالوا يوم وليلة هذا هو الأقل. فإن تغير هذا الاعتماد ورأينا أن هناك نساء تجد أقل من يوم وليلة يعني حيض، أو ربما يستمر حيضها أكثر من 15 يوما، نتبع هذا. فهذا هو استقراء العلماء. وأقل النفاس لحظة، وأريد بها زمن يسير يعني دفعة واحدة، وابتداء النفاس من انفصال الولد يعني من لحظة خروج الولد من المرأة، وأكثره 60 يوما، أكثره 2 شهر تقريبا، وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك أيضا الاستقراء. الاستقراء ربما تطهر المرأة قبل الوصول إلى 40 يوما، فبعض النساء للأسف لا تفقه أن سبب عدم يعني الصلاة والصيام هو استمرار هذه الدماء دم النفاس، فإن ولدت ولم يعني وانقطع هذا الدم خلال أسبوع تقريبا يجب أن تبدأ الصلاة والصيام، ويجوز لزوجها أن يتمتع بها، يعني لا ينبغي أن تنتظر 40 يوما، لا ينبغي. فهذه 40 هو يعني الفترة التي يعني معظم النساء يبقى معها دم النفاس، وأكثره أيضا 60 يوما. تمام. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، يعني أقل الطهر هو 15 يوما. الفاصل بين الحيضتين، الحيضة الأولى يعني انقطعت عنها مثلا أسبوعين من الشهر، الحيضة الثانية تأتي بعد 15 يوما، أي بعد انتهاء النصف الثاني من الشهر. واحترز بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس، بين حيض ونفاس. إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض، هل يمكن أن تحيض الحامل؟ أحياناً يأتي، أحياناً يحدث هذا، أن يعني المرأة حامل أصلاً، وأحياناً يحدث حيضة غالباً في بدايات الحمل، في بدايات الحمل يحدث هذا، فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوماً، يعني في هذه الحالة ربما يكون أقل من 15 يوماً. إذا انقطع النفاس أكثر من 15 يوما، مثلا ولدت المرأة لم ينزل منها دم يعني لم تجد النفاس، ووجدت بعد مضي 15 يوما من الولادة، في هذه الحالة ما وجدته ليس دم النفاس، هو دم حيض، هو دم حيض. تمام. ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره، أي الطهر، أكثر الطهر. هل هذا يعني مفهوم؟ لا حد لأكثر الطهر. ربما ينقطع من المرأة دم الحيض
وتعيش مثلا إلى حد 80 عاما، هذه السنوات التي لم تحضها هي سنوات طهر. وأيضا الفتاة الصغيرة قبل 9 سنوات لا يعني يجيها الحيض، فهي في سنوات طهر، فلا يجوز لا يوجد حد لأكثر الطهر، لا يوجد حد لأكثر الطهر. فقد تمكث المرأة دهرا بلا حيض، أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض 6 فالطهر 24 يوما، أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنوات قمرية، فأكثر 9 سنوات قمرية. هنا أخذ العلماء من الاستقراء أحوال النساء في عصرهم. إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يقول امرأة محمد بن عجلان، هذا يعني مسألة نذكرها الحين، وهي الحمل. دعوني أذكر المسألة بعدين إن شاء الله نذكر هذه الحادثة. يقول فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا. يعني إذا رأت المرأة البنت قبل بلوغها 9 سنوات، إذا رأت الدم في فترة يضيق عن حيض وطهر، الحيض والطهر كم؟ يعني 3 أصابع تقريبا. إذا كان الطهر 15 يوما أو 16 يوما تقريبا، والحيض 6 أو 7 أيام، هذه يعني 3 أصابع تقريبا. إذا رأت البنت قبل بلوغها 9 سنوات بشهر تقريبا، نقول ما يجيها هو حيض. وإذا كان هذه الفترة يعني أقل من ذلك فلا. وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، يعني المدة الفترة التي يبقى الولد في الرحم، يبقى الجنين، هي 6 أشهر. يعني يمكن أن يولد بعد 6 أشهر ويعيش. وهناك يعني أشهر من ولدوا بستة أشهر الخليفة العباسي عبد الملك، لا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، يعني ولد بستة أشهر. يقول فأقل مدة الحمل هي 6 أشهر ولحظتان، وأكثره زمنا 4 سنين، وغالبه زمنا 9 أشهر. فهل يمكن أن يبقى الولد في البطن 4 سنين؟ هذا ما كنت أود أن أذكره. إمام مالك بن أنس يقول امرأة محمد بن عجلان، محمد بن عجلان وزوجته عند مالك كانوا من يعني شخصيات الموثوقة عندهم. يقول زوجته حملت 3 أبطن في 12 سنة، يعني حملت وظل الولد في بطنها 4 سنين وأنجبت بعد 4 سنين ولد كبير، يعني له أسنان عادي، له شعر أسنان يعني بعد 4 سنين. وحملت مرة ثانية بعد 4 سنين ولدت ولد، وحملت أيضا مرة ثالثة بعد 4 سنين ولدت. هذه الفترة 12 سنة ولدت ب3 أولاد،
وهذه المسألة مسألة غالبا يحتاج العلماء إلى بحثها في المحاكم، إذا كان هناك خلاف بين نسبة الولد إلى هذا الأب أو إلى هذا الأب، يعني غالبا ينظرون إذا كانت الفترة خلال 4 سنين، يعني يمكن أن تكون يعني الزوج السابق. يمكن، تمام. فأكثر مدة الحمل عند المالكية والشافعية والحنابلة وهم الجمهور هي 4 سنين، أما المالكية يقولون 5 سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها 2 سنين وليست 4. تمام. وأكثره زمنا 4 سنين، وغالبه زمنا 9 أشهر، والمعتمد في ذلك الوجود، المعتمد في ذلك يعني الاستقراء، يعني النظر إلى أحوال البشر. ويحرم بالحيض والنفاس، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء، يحرم على الحائض 8 أشياء، أحدها الصلاة. فضل حبيبي، عادي عادي. سؤال جيد. يعني وجدت الدم في فترة الظهر مثلا، وخلال نهاية اليوم أحست أن الدماء لم تنزل، دم الحيض في حال انقطاعه هناك صفات أخرى مثلا اصفرار، وهناك يعني أوصاف تعرفها النساء تدل على أن هذا الدم انقطع، تدل على أن هذا الدم انقطع. فإذا تبينت وتأكدت وانتظرت فترة ويعني تبين لها أن هذا الدم لن ينزل، تبدأ من فترة يعني طهرها، يعني لما أحست أنها طاهرة تتطهر وتبدأ الصلاة من وقتها، ولا تعيد الصلوات التي فاتت، لا تعيد الصلوات التي فاتت، لأنها لا تعرف إن كان الدم ينزل ولا لا، يعني لا تعرف. هذه الفترة التي انتظرت لتتأكد لن تعيد الصلوات فيها. أما إن تيقنت أنها كانت طاهرة يعني، وبهذا يعني تأكدت أن طهرها أتى مثلا من صلاة الظهر، صلاة العصر مثلا، أن الطهر أتاها وهي كانت تنتظر فقط، يعني يجوز لها أن تعيد صلاة العصر وصلاة المغرب. فهذه مسألة تخضع لتقييم المرأة نفسها، وهل رأت أوصاف تدل على أن هذا الدم انقطع عنها. تمام. يقول ويحرم على الحائض 8 أشياء، أحدها الصلاة فرضا ونفلا، يعني لا يجوز لها أن تصلي في حال حيضها، لا يجوز لها أن تصلي في حال حيضها، وكذا سجدة التلاوة والشكر. سجدة التلاوة أيضا من الصلاة، فلا يجوز لها أن تصلي وتسجد في للشكر أو للتلاوة. هذا هو الأول، يعني الصلاة حرام عليها. الثاني الصوم فرضا ونفلا، لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفساء.
الثالث، الشيء الثالث الذي يحرم عليها هو قراءة القرآن، قراءة القرآن بهدف قراءة القرآن أو بنية قراءة القرآن. أما إن قرأت القرآن بنية الذكر مثلا أو بنية الدعاء مثلا فيجوز لها. ما الذي يمكن أن يكون بنية الذكر؟ مثلا عندما تبدأ الطعام تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن. أما هنا فقرأتها لأجل الذكر، لأجل الذكر. والآيات التي فيها الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا قرأتها بنية الدعاء يجوز لها. والرابع مس المصحف، أي لمس المصحف، وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين وحمله، أي لا يجوز لها أن تحمل المصحف. بعض العلماء يقولون يجوز لها أن تحمل المصحف إذا كان في شنطة مثلا أو إذا كان في شيء آخر غير المصحف. إذا لا يعني أصلا يجوز لها أن تحمل يعني التلفون حتى لو كان فيه القرآن ما به، يعني هذه ذاكرة. ويجوز لها أن تدخل الحمام بالتلفون ولو كان فيه القرآن لأنه ذاكرة، أنت تدخل إلى الحمام وأنت تحفظ القرآن، صح؟ أنت تحفظ ولا تمسح يعني لما تدخل عادي، هذه ذاكرة، هذه يعني تختلف. أما المصحف الذي نعنيه هنا هو المصحف الذي يعني على الورق، هذا المصحف لا يجوز لها أن تمسه، أن تمسه وهي حائض. والعلماء يعني استدلوا بهذا لا يمسه إلا المطهر وحمله، إلا إذا خافت عليه، إلا إذا خافت عليه. إذا كان أحد أولادها مثلا يلعب بالمصحف يجوز لها أن تأخذ من الولد وتضعه في مكان آخر. والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه، يجوز لها أن تدخل المسجد إذا أمنت تلويثه، لكن لا يجوز لها أن تبقى فيه، يعني يجوز لها أن تمر في المسجد أو تدخل وتأخذ بعض الأغراض من المسجد وتطلع، يجوز لها. أما إن خافت أن تلوثه بدمائها فهذا الحرمة تبقى ولا يجوز لها أن تدخله. والسادس لا يجوز لها الطواف حول الكعبة فرضا ونفلا، لا يجوز لها. فضل حبيب. أصلا للعلماء يعني العلماء اختلفوا في مسألة حمل المصحف للمرأة الحائض. بعض العلماء يقولون إذا كانت المرأة تحتاج لتدارس القرآن وتعلمه، يعني إذا كانت تحتاج لهذه المدارسة يجوز لها أن تحمل المصحف وتتعلم منه. هذا هو يعني موقف بعض العلماء. وبعض العلماء يشددون في مسألة لمسه وحمله. والأفضل إن كانت تستطيع ألا تمس المصحف، لكن يعني يجوز لها أن تقرأ من الموبايل مثلا، يجوز لها أن تقرأ من، يجوز لها أن تقرأ، أن تستمع إلى تسجيل يعني للقرآن
وتكرر خلفه يجوز لها أيضا، في هذه الحالة يجوز لها. أما في حالة حضور المرأة إلى حلقة في المسجد، إلى حلقة في المسجد، الأفضل إن كانت تستطيع أن تجلس في مكان ليس في المصلى وتستمع من هذه المسافة وتسمع الدرس، هذا هو الأفضل. مثلا عندنا في المصلى يعني مكان خارج المصلى ويصل إليها الميكروفون مثلا، أو تستطيع أن تسمع الشيخ من هذا المكان، فالأفضل أن تجتنب المصلى الذي يصلي به الناس ويعني تستمع من خارجه. تمام. والطواف أيضا، والسابع الذي يحرم عليها أيضا الوطء، وهو الجماع. الوطء أي جماع الرجل زوجته، إتيان الرجل زوجته. ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدبار الدم التصدق بنصف دينار. لا أجد دليلا على هذا خلال بحثي. يقول إذا وطئ أو جامع الرجل زوجته في الوقت الذي كانت تنتظر دم الحيض مثلا، كان دم الحيض يأتيها الليلة، فقبيل إتيان الدم وطئها يعني جامعها، يقول السنة أن يتصدق بدينار، أن يتصدق بدينار. وإذا أتى الرجل زوجته في نهاية فترة الحيض، يعني انقطع الحيض أو يعني على وشك أن ينقطع، فيسن له أن يتصدق بنصف دينار، ولا أجد دليلا على هذا. وفي المجموع يقول ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه، كل من نوى، كل من فكر أن يفعل معصية أن يتصدق. تمام. والثامن الاستمتاع بين السرة والركبة، الذي يحرم أيضا على الحائض والنفساء من المرأة، يعني الاستمتاع، يعني أن يستمتع الرجل زوجته، يعني يجوز له أن يداعبها ويلاعبها، لكن لا يجوز له أن يقرب هذه المنطقة ما بين السرة والركبة، هذه المنطقة لا يجوز له أن يقربها. فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب. يعني بقية الجسد يعني يجوز له أن يستمتع بها، أما هذه المنطقة فلا يجوز. أما في شرح المهذب يقول يعني يجوز له أن يستمتع على في هذه المنطقة أيضا، يجوز له أن يستمتع بها يعني، ولا يجوز له الوطء. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال ويحرم على الجنب خمسة أشياء. يحرم على الشخص الذي عليه جنابة خمسة أشياء، أحدها الصلاة فرضا ونفلا، الصلاة فرضا ونفلا، لا يجوز له أن يصلي وهو جنب وهو عليه جنابة. والثاني لا يجوز له قراءة القرآن، إذا كان الشخص جنبا أي عليه جنابة
لا يجوز له قراءة القرآن، أي غير منسوخ التلاوة آية كان أو حرفا سرا أو جهرا. القرآن الذي لم ينسخ تلاوته كان حرفا. القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المنسوخ من القرآن قسم نسخ تلاوته ونسخت أيضا حكمه، هذا من القرآن، يعني نسخ تلاوته ونسخ أيضا حكمه. مثلا كانت هناك آية في القرآن تدل على أن الرضاعات التي يحرم بها الإنسان أو يصبح الإنسان لمن أرضعه يعني ولدا كانت عشر رضاعات، هذه يعني نسخت حكمها ونسخ لفظها كلاهما. القسم الثاني هو قسم من القرآن نسخت تلاوته لكن بقي حكمه. كانت هناك في القرآن آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة نكالا من الله، كانت هذه الآية نسخت تلاوتها لكن بقي حكمها. والقسم الثالث هو قرآن نسخ حكمه وبقي تلاوته، مثلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية نسخ حكمها. وأيضا من الآيات التي نسخ حكمها الآية التي كانت تتحدث عن حكم الفرار يوم الزحف، إن يكن منكم 20 ثابتون يغلبوا 200 وإن يكن. الآية الثانية تقول الآن خفف الله عنكم وعلم أنه فيكم ضعفا، هذه الآية نسخت الآية التي قبلها في الحكم لكن يعني تلاوتها موجودة. كذلك الآية في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه آية نزلت وطبقها علي بن أبي طالب وحده، هذا هو الصحابي الوحيد الذي طبق هذه الآية. الآية الثانية التي تلتها يعني نسخت هذه الآية. فهذه الأجزاء من القرآن يعني التي نسخ يعني تلاوتها لا نعتبرها من القرآن، إذا نسخ التلاوة والحكم لا نعتبرها. أما القرآن الذي لم ينسخ تلاوته فهو من القرآن، الذي لم ينسخ تلاوته فهو من القرآن. فيقول قراءة القرآن أيضا يحرم على الجنب، فالله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل. التوراة يعني يجوز للجنب أن يمس يعني التوراة، صح؟ البايبل يجوز له أن يمس، ويجوز له الإنجيل لأنهما أصلا محرفان. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن، يعني يجوز له قراءة أذكار القرآن بنية الذكر وليس بنية تلاوة القرآن. والثالث يحرم على الجنب مس المصحف وحمله من باب أولى، لا يجوز له أن يمس المصحف أو يحمله. فالذي دل عليه الكتاب والسنة وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
أن مسح المصحف لا يجوز للمحدث، وإلى هذا ذهب جمهور أئمة السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم، ورجح هذا عدد كبير من المحققين، حتى قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، إلا طاهر. وهو قول إمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم. فالأفضل إذا نوى الإنسان أن يقرأ القرآن أن يكون على كامل الطهارة بما فيها الوضوء، بما فيها الوضوء، الأفضل هذا. والرابع الطواف، لا يجوز له، لا يجوز للجنب أن يطوف حول الكعبة فرضا أو نفلا. والخامس اللبث في المسجد، لا يجوز للجنب أن يلبث ويعني يظل في المسجد لفترة طويلة لجنب مسلم إلا لضرورة، كمن احتلم في المسجد، كمن نام في المسجد واحتلم وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله، فإذا خاف على نفسه أو ماله يعني وأصابته الجنابة في المسجد فيجوز له أن يبقى فيه. أما عبور المسجد مارا به من غير لبث فلا يحرم، لو كان جنبا وأراد أن يمر من المسجد يعني أن يدخل من باب من أحد أبواب المسجد ويخرج من الباب الآخر فلا بأس بذلك، فلا يحرم بل ولا يكره في الأصح، وليس مكروها يعني ليس حراما ولا مكروها. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث، يعني أن يدخل ويخرج ويدخل ويخرج، هذه تعتبر بمنزلة اللبث. وخرج بالمسجد المدارس والربط، يعني المكان الذي يعني يأتي الإنسان للدراسة، للدراسة فيه، أخرجه بهذا القيد. ثم استطرد أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، وكذا خريطة وصندوق فيها مصحف. يقول: الإنسان غير المتوضئ يحرم عليه أيضا ثلاثة أشياء: أن يصلي وهو على غير وضوء، وأن يطوف وهو على غير وضوء، وأن يمس المصحف ويحمله وهو على غير وضوء. ويحل حمله في أمتعة، يعني لا يجوز حمله حتى في الصندوق، بل يجوز حمله إذا كان في أمتعة، في يعني أشياء كثيرة، ويعني يحمل الإنسان هذه الأشياء بما فيها مصحف. وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن، ولا يمنع المميز المحدث من مس المصحف ولوح لدراسة وتعليم. هنا يذكر إذا كان الإنسان يعني يتعلم لا يحرم ولا يمنع هذا الإنسان من مس المصحف أو اللوح للدراسة والتعليم. تمام، هنا نبدأ إن شاء الله أحكام الصلاة. نتوقف ولا نواصل؟ أحكام الصلاة، يعني نبدأ كتاب الصلاة. شيخ عبد الله نواصل ولا نتوقف؟
تمام إن شاء الله، نتوقف في هذا القدر ونفتح إن شاء الله باب الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة في الموضوع. وإياكم حبيبي. قلنا فترة استمرار الدم من المرأة هذه الفترة معفو عنها الصلاة ويعني والصيام، يعني لا يجوز لها أن تصوم أو تصلي. أما بعد انقطاع الدم، يعني بعد انقطاع الدم، فإن تيقنت أن هذه الدماء انقطعت ولن ترجع، ففترة تأكدها من أن هذا الدم انقطع تبدأ فترة الطهر، ومن هذه الفترة تبدأ الصلاة والعبادات كلها. أما في فترة عدم التيقن، يعني الفترة التي كانت تشك هل انقطع الدم أم لا، في هذه الفترة لا يجب عليها أن تعيد الصلاة. فإن يعني تأكد أن الدم انقطع مثلا بعد المغرب، مثلا إن تأكدت هذه وأصبحت يقينا عندها تصلي يعني ما بعد المغرب، ما بعد الوقت الذي تأكدت أن هذه الدماء انقطعت عنها. إذا كانت في الصلاة ليس هناك طريقة تتأكد أن الدم انقطع أم لا، هي أصلا في صلاة. أيوة. إذا كان يعني هناك متسع من وقت صلاة الظهر وانقطع الدم يعني قبل انقضاء وقت صلاة الظهر، يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها أصبحت في حالة طهر ولا زال متسع من وقت صلاة الظهر، فيجب أن تتطهر وتصلي صلاة الظهر. تمام، جزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.